تواصل أسعار العقارات ارتفاعها بشكل قياسي في محافظة الأنبار مقارنة مع دول الجوار. في مدينة الرمادي يزيد سعر المتر الواحد عن 5000 دولار، وفي مناطق أخرى من المحافظة تتراوح الأسعار بين 3500 دولار للمتر الواحد. ارتفاع الأسعار هذا يدفع المواطنين للبحث عن قطع سكنية خارج المدن تتناسب مع وضعهم المادي. احنا اليوم كمواطنين بشارع الانبار نلاحظ ارتفاع باسعار قطع الاراضي، يعني اصبحت المتر الواحد يصل الى 8-9 ملايين، يعني وهذا سعر خيالي. اليوم اضطر المواطن يطلع الى 18 كيلو حتى يشتري قطعة الارض تصل الى 20-23 مليون، وهذا السعر يعني خيال ما يساعد المواطن. ارتفاع الاسعار بالعقارات، اليوم عندك المتر بشارع طباب 5 ملايين، على الشارع العام يصل ل6000 دولار، الى 8 ملايين، الى 9 ملايين، بالمستودع الى 5 ملايين. اليوم ارتفاع اسعار مدينه الرمادي من نسبه التطور والاعمار بالمدينه رفع الاسعار العقارات. مراقبون للشان الاقتصادي اكدوا لقناه التغيير ان ارتفاع اسعار العقارات في الانبار يعد مؤشرا سلبيا يتحمله المواطنون من اصحاب الدخل المحدود، داعين الحكومه المحليه الى التنسيق مع الشركات الاستثماريه لحل ازمه السكن الخانقه داخل المدن. ارتفاع الملحوظ في اسعار العقارات في محافظه الانبار هذا يؤشر سلبا على ما على وتداعياته على المواطن وذوي الدخل المحدود لما تشهده المحافظة من ارتفاع أسعار في هذا المجال، مجال القطاع العقاري، حيث وصل المتر الواحد في محافظة الأنبار إلى 6000 دولار، وهذا مؤشر خطير ضمن الاقتصاد. لذا ندعو الحكومة المحلية والمستثمرين داخل المحافظة بالتوجه إلى خارج المدينة وإلى الصحراء الواسعة واستثمارها. ما ساهم في لهيب الأسعار هو تحول بعض المناطق السكنية إلى تجارية، وهو ما خلف أزمة في القطاع السكني أثرت على الطبقات المتوسطة والفقيرة. من الأنبار أحمد الحمداني، قناة التغيير.